الحصار، مستشفيات تحت الحصار، يا للعار يا للعار. ما يقع في غزة شكل بشكل استثنائي، لأننا صراحة وصل فينا الغضب مداه. كيف لي الأطقم الطبية أن تبادى بهذه الطريقة الهمجية بدون أن يحرك ذلك ساكنا في أحد؟ في الأصل تباد الشعوب، ولكن تبقى المستشفيات كملجأ للتداوي وكملجأ للجرحى من أجل الاستشفاء. فكيف لهذه الحرب الهمجية أن تبيد الجميع وتبيد المستشفيات وتبيد الجرحى وتبيد المرضى؟ نحن نعبر عن غضبنا الشديد لما يتعرض له الأطقم الطبية والممرضين والمسعفين في غزة. نحن هنا كأطباء نقول للعالم أجمع ونقول لجميع لإسرائيل خاصة أننا كأطباء عرب نساند إخواننا الأطقم الطبية في مدينة غزة وفي فلسطين، ونقول بأننا على استعداد كامل وبدون شروط أن ننضم إليهم في أي وقت لمد يد المساعدة ولفك الحصار عن إخواننا في فلسطين. هذه الوقفة نساند الإخوان ديالنا في فلسطين شبرا شبرا وغزة خاصة والأطر الصحية. عشنا في هذا الزمان إبادة جماعية في كل أشكالها، كيان صهيوني غاصب طاغي لا يحترم أي حقوق دولية، أباد شعبا عن كامله، يريد تهجيره أو تقتله بالكامل، وهذا يدفع المنتظم الدولي أن يأخذ مسؤوليته. ومن هذا المنبر نناشد الحكومة المغربية أن تراجع تطبيعها بكل أشكاله، ونحن نعرف بأن هناك تطبيع صحي كان في بدايته ويجب أن يقبر، ويجب أن نأخذ الرسالة من سبقنا في التطبيع. ومن هذا المنبر مرة أخرى نناشد الصحة وزارة الصحة بأننا مستعدون للقيام بواجبنا الصحي ومساندة الإخوان ديالنا، ولقد منحنا وزارة الصحة 85 طبيب وطاقم صحي مستعدون للقيام بعمل في الميادين الصحية أو في المستشفيات الصحية أو في مستشفى ميداني يكون المغرب من مؤسسيه. إذا نحن هنا لتنديد بالجرائم يعني البشعة التي يقوم بها كيان صهيوني على قطاع غزة، على فلسطين بوجه العموم وعلى قطاع غزة بوجه الخصوص، ونؤكد تضامنا لا مشروط مع الأطقم الطبية المستهدفة في هذه الحرب. هذه الطواقم الطبية التي تعاني الأمرين في النقص في الأجهزة وانعدام الأدوية، ونحن هنا نؤكد على أننا مستعدون وعلى أوبة لنشارك إخواننا هنالك الأطقم الطبية ونساعدهم إن سمحت لنا الفرصة. وأخيرا أقول أن هناك أمر مهم ألا هو تغول الصهيونية أو الشركات الصهيونية أو الشراكة مع المختبرات المغربية، وهذا أمر خطير جدا، وبالتالي نشد الأطباء على عدم وصف هذه الأدوية التي لهذه الشركات الصهيونية، وكذلك نشد الشعب المغربي الذي طالما كان وفيا لهذه القضية الفلسطينية ألا يقتني هذه الأدوية، خصوصا أنه هناك بدائل متاحة في بين الحديد. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.